مساء الفل على كل الاهلاويه، ومبروك طبعا التاهل لنهائي افريقيا ان شاء الله باذن الله نحتفل بيه في الجزيره قريب. عايز بس اتكلم معاكم في نقطه مهمه كده، موضوع سريع. طبعا كابتن حسام عاشور، مش عايز اتكلم في قصه كتير، انا كنت عملت فيديو قبل كده عن حسام عاشور وعن القصه الدايره ازاي، ولكن كان هو راح الاتحاد، مضى مع الاتحاد وهيلعب موسم او موسمين، وكان عامل بوست كده يعني بعيد عن كلام عاشور اللي انا قلت قبل كده، طريقه عاشور في الكلام، واتكلمت في القصه دي، مش يعني الفيديو ده مش عشان حسام عاشور، ولكن كابتن عصام الحضري كان معلق على البوست ده وقال له جمهور الاهلي لا يقارن باحد. فانا بس هنا عشان لقيت بعض الجمهور الاهلاوي اللي هنقول ان هو ممكن يكون صغير في السن شويه، او ما حضرش الاحداث بتاعت الحضري، او فابتدى يتعاطف مع الحضري وابتدى يقول بص الحضري ده عنده اصل، ده عنده مش عارف مين. لا يا جماعه، بس انا عايز نفوق كده ونركز. الحضري هرب، الحضري سابنا في عز مجده، في عز ما كان بياخد بطولات مع المنتخب ومع الاهلي، وكان ساعتها يعني في عز نجوميته، منتخب واهلي ودايسين على وش افريقيا، منتخب واهلي ودايسين على وش اي فرقه انت بتلعبها. في عز ده الراجل صحينا الصبح لقينا الحضري فين؟ لقينا الحضري في سيوم السويسري، لا فكر في جمهور ولا فكر في نادي ولا فكر في اي حاجه. فالطريقه اللي هو عاملها بتاعت بوستات وبطلع في البرامج مع ميدو والحقوني وانا ونفسي وحلمي وغلط، يعني مش هيتنسي ومعروف وواضح وصريح، عشان بس الناس ايه ما تتعاطفش وما تنساش. احنا مش هنبقى زي الجمهور التاني، احنا في جمهور تاني في مصر بيحب الحاجات دي، يعني الحاجات دي هو بيصدقها. يعني احنا الجمهور التاني اللي هو بتاع بيحب احمد عيد عبد الملك عشان بيعمل تويتات، يعني هو كل تاريخه معاهم او مع غيره ان هو بيعمل تويتات ضد الاهلي. بيحبوا شوقي السعيد عشان طلع على انا بكره الاهلي، مش يعني ايه. احنا مش هنبقى الجمهور ده، احنا مش هنبقى الجمهور اللي بتويته خلاص نسامحه ويجي. فلا راجل، شكرا، انت احسن جون في مصر وتاريخك مش هيتنسي، ولكن الموقف اللي حصل مش هيتنسي ومش هيعدي، ومش بتويته هنقول اصله احسن من حسام عاشور ولا احسن من عبد الله السعيد ولا احمد فتحي ولا القصص اللي دايره دي. لما نتكلم في قصه احمد فتحي دي برضو ايه، عشان برضو مش عاجبني اللي داير على قصه احمد فتحي وانه ازاي ويمشي والباب الكبير والباب الصغير. هنتكلم في احمد فتحي بكره او بعده كده ان شاء الله باذن الله. فقلت بس افكركم بقصه الحضري وباللي هو بيعمله اليومين دول عشان الناس ما ايه نصحصح كده. احنا اهم حاجه دلوقتي عموما بعيد عن الحضري اي حد، نركز مع الفريق، نركز مع النهائي، ندعي نهدى، فرحنا بالتأهل، بس بتمنى من الناس تهدى بقى خلاص، يعني الفرحة خلصت، احنا لسه ما عملناش حاجة، احنا عايزين البطولة، مش عايز اوصل للنهائي. ما انا بوصل للنهائي بقى 3 4 سنين، لا انا عايز البطولة ان شاء الله بإذن الله. فنركز، نسيب اللعيبة تركز، بلاش ثقة زايدة، وبلاش ان احنا نقلل من اللعيبة دلوقتي، ده لا وقت هجوم على لعيبة بتلعب ولا وقت ان انا انفخ اللعيبة قوي. لعيبة رجالة قد المسؤولية، احنا في ظهرهم بإذن الله، البطولة في الجزيرة ان شاء الله بإذن الله يعني. شكرا.